يعطيك العافية جميعا. Today إن شاء الله we will start a new chapter. It's chapter 10 about cellular respiration اللي هو التنفس الخلوي أو ما بسموه cell respiration. وراح تشوفوا إنه في بعض الأشياء مكررة من the previous chapters. بعض ال concepts already covered we talked about. فننتقل إلى slide number 2. In this slide, life is work. If I want to replace this statement with another statement, بحكي life is energy. الحياة طاقة. وبس نذكر كلمة طاقة بتتذكروا بال chapter 7. The first thing comes to my mind اللي هو الميتوكوندريون اللي بتصير في العضية الخلوية اللي بتقوم بعملية التنفس الخلوي. Living cells require energy from outside sources to do work. فدائما الخلايا بتحتاج إلى طاقة من مصادر خارجية. The work of cell includes assembling polymers, عملية بناء البوليمرز, membrane transport زي ما شفنا بشابتر 8, moving and reproducing. وهي اللي هي خصائص نوعا ما للكائنات الحية. Animals can obtain energy to do this work by feeding on other animals or photosynthetic organisms. يعني على سبيل المثال زي الإنسان احنا بناكل حيوانات يعني ثانية، بالإضافة للحيوانات بناكل برضو كمان كائنات تقوم بعملية البناء الضوئي، لذلك احنا بسمونا omnivores اللي هم يعني آكل لحوم وآكل أعشاب. Slide number 3 يعني it shows a bird صايد سمكة، فليش هو بده ياكل؟ In order to get energy. Slide number 4 the same thing، فهاي الانرجي اللي اخذها عن طريق الفود enables him to fly. Slide number 5 energy flows into an ecosystem as sunlight and leaves as heat. فهي دائما الانرجي بتبدا بالايكوسيستم بالنظام البيئي عن طريق أشعة الشمس اللي بتمتصه النباتات. تذكروا لما حكينا عن الكلوروبلاست اللي فيها مادة الكلوروفيل. بعدين the chemical elements essential to life are recycled، بصير البوليمرز اللي بتنبنى عن خلال عملية البناء الضوئي. Photosynthesis generates O2، عملية البناء الضوئي تنتج أكسجين، هي بتاخذ CO2 بتنتج أكسجين. And organic molecules اللي هو بين قوسين الجلوكوز which are used in cellular respiration، فهو بكون مصدر الأساسي في الطاقة. Cells use chemical energy stored in organic molecules to generate ATP which powers work. فبعد ما أحطم أنا هاي الأورجانيك مولكيولز اللي ببنيها عن طريق الفوتوسينثيسيس بنتج طاقة، وهاي الطاقة اللي بتخليني إيش أقوم بالشغل. This flow chart here بيورجيني الإيكو سيستم الموجود في الطبيعة. فلاحظ أنا ببدأ بالسانلايت، تيجي اللايت انرجي وتدخل على هاي العضية شايفين اللي فوق اللي فيها الأقراص الخضراء. And if you recall from chapter 7 these are the grana اللي هي مجموعة الثايلاكويدز on top of each other. تمتص عملية الضوء، بتقوم بعملية البناء الضوئي. شو بتنتج لي؟ بتنتج لي O2 بالإضافة للأورجانيك مولكيولز اللي أشهر مثال عليها اللي هو C6H12O6 اللي هو سكر الجلوكوز. الآن بعد ما تنتج هذه الأورجانيك مولكيولز تأخذها عضية أخرى اللي برضو كمان we covered in chapter 7 اللي هي الميتوكوندريون، وبتقوم بعملية تكسير هذه المواد وبالتالي إنتاج طاقة بتكون على شكل ATP أدينوسين تراي فوسفيت اللي هو يستخدم في powering the most cellular work. بالإضافة لل ATP الناتج برضو في عندي another source of energy اللي هو بكون heat energy على شكل طاقة حرارية. من نواتج عملية التنفس الخلوي اللي هو بكون CO2 ثاني أكسيد الكربون plus H2O اللي بنعمل له برضو recycling مرة أخرى، يتم استخدامه من قبل النباتات بوجود الضوء وبتقوم بعملية البناء الضوئي، وهكذا دواليك بتصير. يعني this is a cycle. نيجي على سلايد نمبر 8، نبلش بالكونسبت الأول اللي هو 10.1 catabolic pathway. catabolic means breaking down, means hydrolysis, means oxidation. وراح نشوف هلا الريدوكس رياكشن لما نمشي بالشابتر لقدام شوي.
معناته أنا عملية التنفس عندي عملية هدم وليس بناء. الفوتوسينثيسيس اللي هي البناء. Yield energy by oxidizing organic fuels. لاحظ oxidation يعني أنا بعمل على التحطيم. Catabolic pathways release stored energy by breaking down. معناته هو نوع من أنواع الهيدروليسيس reaction، فبالتالي I'm adding water وليس يعني losing water. Down complex molecules, electron transfer plays a major role in these pathways. راح نشوف سلسلة نقل الإلكترون لها دور كبير في هذه العملية. These processes are central to cellular respiration. وهي من المهام أو العمليات الأساسية في عملية التنفس الخلوي. Slide number 9. نيجي على الكاتابوليك pathways and production of ATP. راح إن شاء الله في هذا الشابتر mainly راح نغطي على ما يسمى بال aerobic respiration، وراح نغطي الجزئية الثانية اللي هي كانوا يسموه التنفس الهوائي أو التخمر. The breakdown of organic molecules is exergonic. شو يعني exergonic؟ طارد للحرارة. لذلك دائما شفنا هلا كيف انه بنتج ATP و release of heat. Exergonic معناته heat releasing. Fermentation اللي هو التخمر is a partial degradation of sugar. هو تحطيم جزئي وليس كلي. التنفس الهوائي بوجود الأكسجين بكون كلي، بعدم أو بغياب الأكسجين بكون partial. Partial معناته جزئي وليس كلي. Of sugar that occurs without O2 or in the absence of O2. Aerobic respiration اللي هو يعني دائما لما نحكي عن cellular respiration يعني what we mean in our mind اللي هو بكون aerobic respiration أو بسموه التنفس الهوائي. Consumes organic molecules and O2 and yields ATP. فال O2 is a must بالحالة هاي، بكون يعني لازم ضرورة حتى أكمل هذه العملية. Anaerobic respiration هو التنفس اللاهوائي. Is similar to aerobic respiration but consumes compound other than O2. راح نتعرف عليها لقدام شوي إن شاء الله. نيجي على cellular respiration اللي هو عنوان هذا الشابتر. Includes both aerobic and anaerobic respiration but is often used to refer to aerobic respiration. يعني هو لما نحكي عن cellular respiration التنفس الخلوي راح نشوف هلا اول بارت منه بيبدأ بوجود او عدم وجود الاكسجين، لكن the rest of parts او the rest of phases oxygen is a must. لذلك لازم، لذلك شو بقول لك، هو بقول لك refer to aerobic respiration لأن الأكسجين بالحالة هاي ضروري. Although carbohydrates, fats and proteins are all consumed as fuel, it's helpful to trace cellular respiration with the sugar glucose. زي ما سألني أحد الطلاب هذيك مرة بالزوم ميتينج، حكى لي إنه يعني الفات source للإنرجي والبروتين source للإنرجي، بحكي حكيت له صح، بس المين فيول دائما لا to our bodies بكون دائما كربوهيدرات. واحنا في هذا الشابتر ان شاء الله راح نركز على the breaking down of carbohydrates، يعني كل الفوكس تبعنا راح يكون على الكربوهيدرات. فاذا بتشوف هاي المعادله واللي بيسالني عن هاي المعادله دكتور نحفظها، يس اعرف شو هي المعادله هاي. It's very important يعني صراحه بتهمك حتى في in your daily life، لازم تعرف عمليه التنفس الخلوي لانك يعني عمليه جسمك بيقوم فيها. C6H12O6 تذكروا لما حكينا CH2 O، فعندي أنا C6H2 بكونه في 6 صارت H12O6 اللي هو إيش؟ سكر الجلوكوز إذا بتتذكروا، سكر سداسي الكربون بلس 6O2. لاحظ بما إني بحكي عن cellular respiration الـ O2 is a must، مش 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 اختياري، بالرغم إنه زي ما حكيت لما نيجي على العمليات راح نشوف في أول خطوة من خطواته يعني this step happens in the presence or the absence of O2. بس حتى تكمل العملية للنهاية وأخذ الانرجي كامل لازم يكون في عندي الـ O2. بعطيني 6CO2 زائد 6H2O، هذول بسموهم باي برودكتس يعني منتجات ثانوية، أنا مش دوار عليهم، أنا مش هدفي اللي أطلع CO2 ولا هدفي أنتج المي، أنا هدفي بلس انرجي اللي هي راح تكون على شكل ATP زائد هيت. قبل ما نفوت بعملية التنفس الخلوي وناخذ خطواتها، في عندي بعض المصطلحات very important to understand in order to proceed with this chapter. في شيء بسموه redox reactions اللي هي عبارة عن هالكلمة هاي redox اللي هي عبارة عن دمج لعمليتين reduction and oxidation.
وكاتب لك اوكسيديشن اند ريدكشن اتس اوكي، بس عشان تعرف انه الار اي دي انأخذت من ريدكشن ريد، اوكس من اوكسيديشن، فهي بسموها ريدوكس رياكشنز اللي هي عمليات الاكسده والاختزال. The transfer of electrons during chemical reactions releases energy stored in organic molecules. وراح نشوفها إن شاء الله اللي هي عملية انتقال الإلكترونات. This released energy is ultimately used to synthesize ATP. فهاي سلسلة نقل الإلكترون تعطيني طاقة، وأخذته بالكيمياء بالمدرسة إنه الإلكترونات عندما تنتقل من مدارات عالية بالطاقة إلى مدارات أقل فإنها تفقد جزء من طاقتها. هذا الجزء المفقود من الطاقة راح يستخدم في صناعة الـ ATP، وراح نتعرف إن شاء الله عليها لقدام شوي. وزي ما حكيت لكم سابقاً، This chapter based on understanding، يعني عم مبني على الفهم. بصم أعمى ما بزبط، ما راح تستفيد وراح تخربط بالامتحان. If you follow me step by step، إن شاء الله يعني you don't need more than 30 minutes to revise this chapter for the exam. طيب نيجي على the principle of redox. شو مبادئ الاكسيديشن او reduction oxidation reactions؟ Chemical reactions that transfer electrons between reactants are called oxidation reduction reactions. فالتفاعلات اللي بتعتمد على نقل الالكترونات بين المواد المتفاعله بسموها التفاعلات التأكسدية الاختزالية or redox reactions. فزي ما حكينا بالريدوكس رياكشن هي عبارة عن اوكسيديشن وريدكشن، فخلينا نعرف what do we mean by oxidation. يعني لو واحد قال لي أكسدة، شو معناه أكسدة؟ أكسدة a substance loses electrons or is oxidized، يعني أي مادة أي رياكتنت بخسر إلكترون. فبهذه العملية بحكي إنه هذا المركب صار له oxidation أو تأكسد. On the other hand in reduction a substance gains electrons or is reduced. اللي بتكسب الإلكترون بصير لها اختزال. لاحظ شو حاطة بين قوسين. The amount of positive charge is reduced. الشحنات الموجبة بتقل. ليش؟ لأن الإلكترون شو شحنته؟ سالب. فلنفرض أنا عندي زائد 2، كسبت إلكترون، الإلكترون ماينس 1، فبصير عندي زائد 1، إجا عندي إلكترونين بصير 0، إجا عندي 3 بصير ناقص 1، وهكذا. سلايد نمبر 13 it shows the reduction reaction اللي هي في ملح الطعام. عندي مثلا الـ Na زائد Cl. الـ Na لما يصير Na plus، لاحظ Na plus معناته becomes oxidized loses electron، لاحظ خسر الكترون. Cl becomes reduced، شو reduced؟ معناته كسب الكترون، لذلك صار Cl minus. نفس الشيء ال 14 على هذه الشكل المبدا اللي هو بيقول لك xA minus زائد y بعطيني x لما يصير له oxidation لانه هو خسر او فقد الكترون، والy لما تكسب الكترون بصير yE minus become reduced. سلايد نمبر 15 انتبهوا لي عليها هاي لان المصطلح هذا احتمال تشوفه بالامتحان. The electron donor is called reducing agent، يعني اللي بتبرع بالالكترون هو اللي بيسبب الاختزال، صح؟ يعني انا اعطيت شخص الكترون فخليت هذا الشخص يصير له ريدكشن، فانا شو بسموني؟ reducing agent، عامل مختزل، لانه انا اللي تسببت في الاختزال. على العكس the electron receptor اللي بيستقبل الالكترون is called oxidizing agent لانه بالحاله هاي كسب الكترون. Some redox reactions do not transfer electrons but change the electron sharing in covalent bonds. مش بالضرورة دائما كسب أو فقد إلكترون، مرات بغير بالcovalent bond اللي هي بالروابط التشاركية. An example is the reaction between methane and O2 اللي هي بين CH4 والأكسجين. وسلايد 16 بشرح لي هاي العملية بالتفصيل. لاحظ CH4 زائد 2O2 أعطاني CO2، فالCH4 قلب للCO2 فصار له oxidizing. الO2 2O2 قلب 2H2O فصار في إيش؟ اختزال. يعني معنى آخر ليس بالضرورة أنك تشوف إلكترون طلع خسر واحد كسب، لا مرات بتكون بس
عملية بالكوفالنت بوند، والشكل اللي تحت بوضح لي هاي العملية. نيجي الآن على عنوان التشابتر هذا اللي هو سيلير ريسبريشن. الآن بدي أبلش أمهد لهذه العملية. Oxidation of organic fuels. Oxidation, breaking down, hydrolysis during cellular respiration. كيف بصير عملية التكسير؟ During cellular respiration, the fuel اللي هي مجازا الوقود اللي هو زي جلوكوز is oxidized. بصير له أكسدة. And O2 is reduced. يعني لو نرجع على المعادلة C6H12O6، الجلوكوز بالحالة هاي بصير له oxidation والO2 بصير له reduction. فالجلوكوز بصير له oxidation بتحول ل CO2، والO2 بصير له reduction بتحول ل ماء. فالجلوكوز oxidation بصير CO2، الO2 reduction بصير water. Organic molecules with abundance of hydrogen are excellent sources of high energy electrons. وهون تيجي انه ليش بطلع منه الطاقة. اذا بتتذكروا الجلوكوز، تذكروا الهيكل الكربوني، دائما بكون عليه CHOH CHOH على العمود الهيكل الكربوني. تذكروا الالدوسز والكيتوسز، make sure you know them لانه you might see them in the exam. Energy is released او as the electron is set with hydrogen ions are transferred to oxygen a lower energy state. بمعنى اخر، انتقلت الالكترونات من مداراتها العلوية الى مداراتها السفلية، فراح تفقد جزء من هاي الطاقة. لاحظ هاي المعادلة لو وجدتها بالامتحان وسألتك مين اللي صار له اوكسيديشن ومين اللي صار له ريدكشن، لاحظها ما في عندي الكترونات بالمعنى الحرفي زي ما كنا نشوف بالان اي والسي ال، لا، عندي C6H12O6 صار 6CO2، فهذا صار له oxidation. الO2 اللي هو 6O2 صار 6H2O، فصار له ايش؟ reduction. فأنا احتمال أجيب لك بالامتحان C6H12O6 in the cellular respiration formula أو equation will be oxidized to AO2 BH2O CCO2 D all of the above are true. فالجواب انه صار الاكسد الى CO2. نيجي على الموضوع الاخر اللي هو step wise energy harvest via NAD plus and the electron transport chain. الان اللي بدي تفهموا لي انه عملية التنفس الخلوي انا بحصل منها بتحطيم واحد جلوكوز على 32 ATP، وهذا اللي راح نعتمده في هذا الشابتر وفي هذا الكتاب. قد تقرأ في 107 في كتب أخرى أنه بتنتج 36، في ناس بقول لك 38 and so forth. إحنا راح نعتمد 32 وراح نفهم كيف إجوا الـ 32 ATP من تحطيم 1 جلوكوز. وهاي العملية لا تحدث at once، ما بتيجي مباشرة. لذلك شو بقول لك؟ In cellular respiration, glucose and other organic molecules are broken down in a series of steps. ما بتيجي بوم ولا معطيني الـ 32 ATP، لأنه قد يؤدي ذلك إلى حرق الخلية. ما راح تتحمل خلية كمية هائلة من الطاقة من بير 1 جلوكوز، وأنا ما عندي بكون 1 جلوكوز. يعني لو بدي أكل لي شقفة هريسة ولا عوامة ولا خبزة كذا، راح يكون فيها thousands of glucose. فتخيل كل واحد بده يعطيني 32 ATP بالخلية، فلذلك لازم تكون على دفعات. Electrons from organic compound are usually first transferred to NAD plus. هلا راح نعرف شو هو ال NAD plus. هو coenzyme، انزيم مساعد في عملية نقل الالكترونات. As an electron acceptor، لاحظ هو مستقبل الكتروني. NAD، مرات بلفظه NAD، NAD plus functions as an oxidizing agent. لاحظ oxidizing agent، فهو بيعمل لي reduction to other compounds during cellular respiration. إن شاء الله راح نتعرف عليها بالتفصيل. Each NADH، لاحظ أول شو كان يقول لي NAD plus، هذا ال oxidized form. NADH the reduced form of NAD plus. احتمال أنا أجيب لك بالامتحان سؤال the oxidized form of NADH is، الجواب NAD plus، أو أقول لك
The reduced form of NAD plus is, الجواب NADH. Represents stored energy that is tapped to synthesize ATP. وإن شاء الله راح نحكي عنها لقدام شوي. اللي هو بتكون الـ NADH مخزن للطاقة يستخدم في صناعة الـ ATP. راح نجيها, don't worry. نيجي على سلايد 20. هذا اللي بوضح لي الـ structure of NAD plus بشكله الـ oxidized form وبشكله الـ reduced form. إذا بتطلع على أقصى الشمال بلاحظ إنه في عندي بنتوز شوجر اللي بسموه نيكوتاميد, لذلك إجا اسمه اللي هو الـ NAD plus. لاحظت الآن على النيتروجين بيس اللي بالمربع البرتقالي, لاحظ فوق على الكربون في عندي 1H. الآن لما أكسر الجلوكوز, أنا لما أكسر الجلوكوز, الجلوكوز قلنا عبارة عن هيكل كربوني سداسي الكربون, وعلى جوانبه شو في HOH HOH HOH. الآن أنا كسرتهم فحررت الهيدروجين, فبالتالي حررت الإلكترونات الموجودة فيه. فلاحظ حاط لي سهم 2E minus اللي هو يعني 2 electrons plus 2H plus, هذول بوجود الإنزيم اللي بسموه dehydrogenase. لاحظ dehydrogenase, دي نزع, هيدروجين من هيدروجين, نيز اللي هو الإنزيم, فالإنزيم الذي يعمل على نزع الهيدروجين من مين؟ من الفود اللي هو بين قوسين من الجلوكوز الموجود بالتفاحة, لذلك هو حاط لي التفاحة أو الفركتوز, سكر الفركتوز, هو ميل التفاح فيه فركتوز. أوكي, فالآن أنا نزعت هاي الهيدروجينات, لذلك صار عندي 2E minus زائد 2H. لاحظ على النيتروجين بيس تبعت النيكوتاميد صار في عندي H زيادة, فبالحالة هاي أنا إيش عملت له؟ عملت له reduction of NAD plus, لذلك أصبح اسمه NADH زائد H plus, هو بأخذ H واحدة. واضح؟ فعندي NAD زائد بوجود الديهايدروجينيز اللي نزع الهيدروجين اتوم من الفود مينلي من الجلوكوز او الفركتوز, وحط الاتش هاي على مين؟ على ال NAD plus, خلاه يصير NADH, فهذا بكون الان مصدر للطاقة التي تستخدم في بناء ال ATP. الان العكس بصير, انه بقلب ال NADH ل NAD plus اللي هي زي ما حكينا اللي هو الريدكس رياكشن. فأنا عندي هون oxidized صار reduced, بعدين بكون reduced بصير oxidized, بس هون بصير oxidation of NADH العكس, برد برجع وبستخدم ال H في بناء مركبات أخرى. صورة 21 سلايد 21 22 مكبر للعملية هاي, وتذكر كلمة dehydrogenase الإنزيم. أوكي, dehydrogenase نزع الهيدروجين الموجود في الفود. 23 نفس الشيء قاعد بشرح لي اياها بالضبط كيف صارت العمليه. نيجي على سلايد 24. 24 بيحكي لي الان ال NADH اللي هو الان الصوره المختزله الريدوس فورم من ال NAD بلس passes the electrons to the electron transport chain, بودي لي هاي الالكترونات, لذلك مرات بكون بسموه كارير ناقل, على سلسله نقل الالكترون. Unlike an uncontrolled reaction, the electron transport chain passes electrons in a series of steps. لاحظ على مراحل, زي ما حكينا كل ما كان الالكترون مدارات عليا ونزل لمدارات اسفل بفقد جزء من طاقته, برد ينزل الى اسفل برد يفقد جزء, فهاي بتكون على مراحل, ما بيجي هيك من فوق لتحت مباشرة وبعطي طاقة هائلة. O2 pulls electrons down the chain in an energy yielding tumble, زي عملية النفق. The energy yielded is used to regenerate ATP. فهاي الطاقة المستخدمة من عملية نقل الإلكترون تستخدم في إعادة بناء الـ ATP. فلاحظ the last receptors of electrons in the electron transport chain, مين هو؟ O2. لاحظ شو بقولك, O2 pulls electron down, فهو آخر مستقبل, وراح نشوفها هلا عندنا بالسلايدات القادمة. لاحظ في عندي هذا الـ uncontrolled reaction, هذا اللي بيصير بالمفاعلات النووية. لاحظ الـ H2 زائد نص O2 بعطيني H2O, فبعطيني explosive
ريليس اوف انرجي. من هون اجت مبدا القنبله الهيدروجينيه، فبكون الفري انرجي عالي جدا جدا، فهذا بكون ان كنترول رياكشن وكميه الطاقه عاليه جدا. بينما بالسولي ريسبيريشن اذا بتلاحظ الالكترونات مدارات عليا اللي هو 2 اتش زائد نص اتش نص او 2، شوي شوي بنتقل بسلسله نقل الالكترون، وكل مره بعطيني جزء، كل مره بعطيني جزء، لوين؟ لما توصل الالكترونز لاخر مستقبل اللي هو مين؟ النص او 2، شايفينها؟ لتكوين مين؟ ال H2O. معناته the last acceptor in the electron transport chain is O2. The final product of the electron transport chain is H2O. نيجي على سلايد 26 اللي هو the stages of cellular respiration. لاحظ stages، ما قال لك the stage لأنه هي مراحل. Harvesting of energy from glucose has three stages. يعني عملية الحصاد للطاقة من تحطيم الجلوكوز بتمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى بسموها glycolysis. glyco من كلمة glucose. lysis breaking down، فهي breaks down glucose into two molecules of pyruvate. تذكروا الجلوكوز ست كربون، وكأني جبت سكينة وقطعته من النص، فبصير عندي مركبين بسموهم بايروفيت، كل واحد فيه 3 كربون. بعدين بتيجي عندي عملية مهمة جدا جدا بسموها سيتريك أسيد سايكل، أو بسموها كريبس سايكل، كريبس نسبة إلى العالم الأمريكي اللي اكتشفها. completes the breakdown of glucose، وهذا اللي بخليها تختلف عن مين؟ عن الفيرمنتيشن. هذاك شو قال لك؟ partial degradation of glucose. هذا إيش؟ ما في عندي partial، هذا لا، بكسر الجلوكوز حتى النهاية. وفي عندي عملية لا تقل أهمية عن العمليات الأخرى اللي بيسموها oxidative phosphorylation accounts for most of the ATP synthesis، هي المسؤولة عن الناتج الأعظم من الطاقة، وراح نشوفها إن شاء الله لقدام شوي لما يصير نأخذ بالتفصيل عن هذه التفاعلات. لذلك لو جاني بالامتحان the stage that accounts for most of ATP synthesis and cellular respiration is glycolysis، citric acid cycle، fermentation، oxidative phosphorylation. فالجواب oxidative phosphorylation. الآن اللي منكم بقرأ من الكتاب أو على السلايدات، فبعطي هاي المراحل بسموها color coded، يعني أنا كل مرحلة بلونها بلون. فالglycolysis معطيها blue throughout the chapter، يعني وين ما شفنا اللون الأزرق هاد بعرف إنه قاعد بيحكي عن glycolysis. البايروفيت اوكسيديشن اللي هي تحطيم البايروفيت عن سيتريك اسيد سايكل معطيها لايت اورنج عن دارك اورنج، البرتقالي الفاتح والغامق. واخر مرحله اللي هي اكاونتس فور ذا موست برودكت اوف اي تي بي اللي بيسموه اوكسيديتيف فوسفوريليشن، الكترون ترانسبورت اند كيمي اوسموسيس، معطيها الريد البيربل. فخلينا نشوف الان سلايد 28 كيف بصير المراحل هاي. لاحظ هاي عندي مجسم نوعا ما لخلية، في عندي السيتوسول، شايفينه السيتوسول اللي هو الجزء السائل من السيتوبلازم، وفي عندي عضية زي الكروسان تتذكروها لما حكينا، وفيها الفينجر لايك ستراكتشرز. هاي مين؟ هاي الميتوكوندريون، وهذول الانبعاجات اذا بتتذكر شو حكينا عنهم اسمهم كريستي، اوكي. والنون ميمبرينس بارت اللي هو الماتريكس، وفي عندي الاوتر والانر ميمبرين. فاذا شايفين الان الجلايكوليسيس وين بتصير؟ بالسيتوسول. مره طالب سالني قال لي دكتور مرات بقولوا بالسيتوبلازم، بقول له مجازا يجوز لانه السيتوسول جزء من السيتوبلازم، بس اذا بدك تكون دقيق 100% هو بالسيتوسول، هو لا يحدث فيه عضيات. لما اقول بالسيتوبلازم، السيتوبلازم هو عباره عن السائل زائد العضيات، بينما السيتوسول اللي هو الجزء السائل من السيتوبلازم. لاحظ بالجلوكوز انا شطرت الجلوكوز الى نصفين اللي هو اعطوني 2 بايروفيت، اعطاني اي تي بي زي ما احنا شايفين مباشره، واعطاني ان اي دي اتش، فهو بكون عندي ان اي دي بلس. فنتيجه لتكسير الجلوكوز انا عملت ريدكشن للان اي دي بلس، فصار ان اي دي اتش زي ما شفنا هلا بالسلايد اللي قبله بواسطه وجود الانزيم اللي هو دي هيدروجينيز. سلايد 29 الان بتنتقل المرحله الى الميتوكوندريون، بصير عندي البايروفيت اوكسيديشن، وبصير عندي ذا فورميشن اوف اسيتيل كو اي، وبتتكون عندي السيتريك اسيد سايكل اللي موجوده في الميتوكوندريون، برضه بتعطيني الطاقه مباشره على شكل اي تي بي، وبتعطيني
تو كاريرز اللي هم بسموها ان اي دي اتش واف اي دي اتش 2. فانا دائما مجازا بحكي عنهم ناديه وفاديه، ناديه الاخت الكبرى وفاديه الاخت الصغرى. ليش؟ لانه هذول فيهم طاقه، وتذكروهم الان عشان تسهل علينا عمليه الحساب لقدام شوي. الان اي دي اتش فيها طاقه بما يعادل 2.5 اي تي بي. الاف اي دي اتش 2 فيها طاقه بما يعادل 1.5 اي تي بي. تذكروا لي اياهم هذول واحفظوهم. ان اي دي اتش يكافئ 2.5 اي تي بي، اف اي دي اتش 2 يكافئ 1.5 اي تي بي. الان بعد هاي العمليه بتيجي المرحله الثالثه اللي هي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. كل شيء الان لاحظ هاي الان اي دي اتش والاف اي دي اتش 2 بتتحول، بتروح على الاوكسيديتيف فوسفوريليشن حتى تعطيني طاقه على شكل اي تي بي، وهي اكونت زي ما حكينا فور موست اوف ذا اي تي بي برودكشن ان ذيس 3 ميجر ستيجز. المره القادمه ان شاء الله راح نبدا بسلايد 32 وراح نشوف كيف العمليه بتصير بالضبط. زي ما حكيت اللي هو the process that generates almost 90% of the ATP is called oxidative phosphorylation because it's powered by redox reaction. Smaller amount of ATP is formed in glycolysis and the citric acid cycle by substrate level phosphorylation اللي هو ال ATP المباشر اللي بيطلع مباشر، ما بيكون على شكل NADH ولا FADH2. سلايد 33 بورجيني كيف عملية تكوين ال ATP، و 34 For each molecule of glucose degraded to CO2 and water by respiration, the cell makes up to 32 molecules. لذلك واحد جلوكوز يساوي 32 ATP. وهون بوقف إن شاء الله، والمرة الجاي بنكمل عند سلايد 35 إن شاء الله. يعطيكم العافية.